اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام من جديد، واخترنا لكم واحنا بدايتنا بدايه كانت الصلاه على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب يجمعنا به في الجنه اخوانا جميعا على سرر المتقابلين. واكيد يعني في سياق حديثنا عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا ننسى ابدا قول الله تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. يعني هذا المسجد اللي هو مسرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نعيش الآن هذه الأجواء ونستذكر الصلاة على الحبيب المصطفى ونستذكر ما يحدث في الأقصى الحبيب. كم يؤلمنا ما يحدث الآن في أقصانا، ولا يمكن أبدا أن ننسى ما يحدث، ولا يمكن أن ننسى أن ننقل كل شيء يعني مشاهدين يتعلق بالأقصى، سواء كان من اقتحامات، سواء كان من المرابطين والمرابطات الذين يقفون أمام المحتل بكل ما عندهم من قوة، من قوة إرادة وعزيمة وإصرار وتحدي لهذا الاحتلال. بعرض لفيديو مشاهدينا أيضا اليوم، هو فيديو حصري جاء من مراسلنا هناك من المسجد الأقصى حتى ينقلنا الاقتحامات المستمرة التي ما زالت إلى الآن يصر الكيان الصهيوني أن يثير فيها يعني حفيظة المسلمين ومشاعرهم تجاه مقدساتهم. نتمنى إن شاء الله من خلال الإعلام الذي يقدم وهذه الصورة التي تقدم أن تكون رسالة ويكون سلاح في وجه من يحاول أن يشوه ويدنس الأقصى الحبيب. فلنتابع. إذا مشاهدين، يمكن قلنا قبل ذلك أنه التكبير الذي يقوم بتكبير المرابطين هناك هي عبارة عن جريمة قد يعاقب عليها القانون الإسرائيلي، فهم بيزيدوا من التكبير دوما وكأنه سلاح فعلا يثير هؤلاء يعني وغضب هؤلاء الصهاينة. فنتمنى إن شاء الله رب العالمين أن يفرج علينا وعليهم وأن نزور الأقصى ونحن فاتحين له بإذن الله. من أقصانا الحبيب إلى أخبارنا مشاهدينا متعلق في الشباب وأجواء الشباب والجامعات تحديدا، وإحنا ممكن شهدنا الآونة الأخيرة كيف كانت بعض الأزمات اللي صارت في أهل البيت وكذلك الانتخابات الجامعة الهاشمية وأيضا الأردنية. رح نبدأ إحنا في خبرنا في البوصلة عن ما يتعلق في الجامعة الأردنية من فعالية كبيرة كانت يوم الثلاثاء، وهي تتعلق بالموضوع الذي هو يشكل أزمة واضحة بالنسبة لطلاب الجامعة الأردنية في قضية رفع الرسوم الجامعية لطلبة الموازي ولطلبة التعليم العالي. طبعا أكيد اللي جاء الخبر ما يتعلق في إقامة تجمع الطلاب قام بهذه الفعالية يوم الثلاثاء للمطالبة بإلغاء قرار رفع الرسوم الدراسية، وهذه الفعالية جاءت وفق طبعا تخطيط للتجمع اللي قام فيه حتى يصعد خطة تصعيدية لإسقاط القرار اللي اتخذه إدارة الجامعة، والتي هي الآن لا تنظر إلى مطالبات الشباب والطلاب في الموضوع، وحمل المشاركون في الوقفة الاجتماعية الاحتجاجية لافتات تطالب إدارة الجامعة بالعدول الفوري عن هذا القرار، لأنه بيعتبروا العملية التعليمية هي عملية حق لكل طالب وليست هي متاجرة وليست هي عبارة عن عملية ربحية. وإذا قارنوا حالهم بالدول المتحضرة الأخرى اللي بيكون فيها التعليم تعليم مجاني وقد يكون هناك في تسهيلات كبيرة جدا للطلبة حتى يقوموا بالدراسة وتسير العملية التعليمية بشكل صحي وسليم، لذلك هم ما زالوا للآن الطلاب في الجامعة الأردنية مصرين على رفض هذا القرار وبيستمروا في عمل تصعيد وعمل كثيرة جدا وقفات واعتصامات حتى يتم العدول عن هذا القرار. أكيد راح يكون بيحكوا هم الطلاب أنه في لهم برضو راح يكون فعاليات أخرى مستمرة حتى بعد الأسبوع الجاي تأكيدا على رفض هذا القرار. إحنا نتمنى لهم إن شاء الله يعني توفيق لطلابنا، ونتمنى إن شاء الله ينالوا حقوقهم كاملة فيما يتعلق بالمسيرة التعليمية. هذا ما جاء بالنسبة للجامعة الأردنية. ما يتعلق بالجامعة أو جامعة آل البيت تحديدا، وإحنا عرفنا المشاجرة اللي صارت الخميس اللي فات، جاء طبعا تعليمات جديدة للدخول إلى جامعة آل البيت على إثر الأحداث اللي صارت بالأسبوع اللي فات من قضية المشاجرة واللي صار فيها قضية أعيرة نارية وغيره. تم يعني التعميم إغلاق جميع بوابات الجامعات أو الجامعة عفوا أمام السيارات من الساعة 8:30 صباحا
باستثناء البوابة الرئيسية، بالإضافة إلى منع إدخال أي سيارة من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين لا تحمل شعار الجامعة. وأشار التعميم إلى أنه سيتم منع دخول سيارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين الذي يقودها غير الأشخاص المعنيين، وضرورة توثيق الحضور والغياب للطلبة في جميع المسافات أو المساقات النظرية والعملية دون استثناء، والعمل على تدقيق الهويات للطلبة في الامتحانات والتعميم على جميع المحاضرات واللوحات الإعلانية. طبعا هذه الإجراءات الاحتياطية اللي قامت فيها الجامعة هي تأكيدا على أهمية الأمن واستباب الأمن ولمنع محاولة أي حدوث شغب أو مشاجرات قد تؤثر على سير العملية التعليمية في الجامعة آل البيت. طبعا بناء على ذلك كان في أيضا قرار آخر يعني قاموا فيه الجامعة بفصل 27 طالب تقريبا من الطلاب من جامعة آل البيت على إثر المشاجرات اللي صارت، وهي طبعا اعتبرت قرارات يعني حاسمة وصارمة أمام اللي حدث من المشاجرات. بعض نظر أنه هي عقوبات يمكن طالت عدد من الطلاب ما كانش لهم أي علاقة وكان هم خارج الحرم الجامعي، لكن البعض ينظر أنه هي قرارات فعلا كانت في مكانها وهي عبارة عن عقوبات حتى يتعظ الآخرين وما يثيروا أي شغب، ما يصيرش أي مشاجرة سواء كانت أسباب يعني جذرية أو كانت أسباب عنصرية أو إلى غير هذه الأمور. فهذه يمكن بعض الإجراءات اللي قامت فيها آل البيت على إثر الأحداث اللي صارت الخميس اللي فات. واحنا ان شاء الله متابعين معكم مشاهدينا اكيد في اول اخبار الطلاب والجامعات اول باول. طبعا خبر اخر مشاهدينا متعلق بالجامعات والهاشميه، الهاشميه التي كانت ايضا يوم الخميس اللي فات احداث الانتخابات مجالس الطلبه. هذا الخبر بيحكي عن منع اعضاء مجلس طلبه من التقدم للهيئة الإدارية. طبعا منع فائزون في انتخابات طلبة الجامعة الهاشمية اللي كان طبعا بيقدموا طلبات حتى يترشحوا للهيئة الإدارية، ومن قبل مين للأسف يعني الإشي اللي بنستغربه، من طلبة آخرين ترشحوا باسم فزعة وطن. هذول الطلبة هم اللي منعوا الطلاب الآخرين إنهم ينضموا ليرشحوا حالهم يكونوا في الهيئة الإدارية. طبعا قال أعضاء المجلس لقد منعنا من دخول المبنى الرئاسة مع من بعض الطلبة اللي بتبعوا لا أو بتبعوا لقائمة اسمها فزعة وطن، وتفاجأ أنه دخل العميد المبنى لوحده ليقابل الرئيس ولم ندخل نحن إلى الآن، وكان أحد موظفي العمادة قد أخبر الطلبة الفائزين بعضوية المجلس بأن أوراق الترشيح الإدارية لإدارة المجلس لم تجهز بعد، فيما فوجئ الطلبة بوجود إعلان من العمادة بأن موعد الترشح انتهى قبل وقته الأصلي بعشر دقائق. طبعا أكيد هم أجروا اتصالات مع عميد شؤون الطلبة الدكتور يوسف علمات، وقبل طبعا حتى يبلغوا اللي صار، فقال إنه رح نعقد اجتماع طارئ حتى نناقش مثل هذه القضية. يبدو أكيد يعني مشاهدينا من خلال هالخبر في يعني جهات أخرى طلابية عم بتحاول تمنع الطلاب من دخول للهيئة الإدارية حتى انه ما يكون لهمش اثر ويكون لهم صوت وتاثير على شريحه كبيره جدا من الطلاب في الجامعه الهاشميه، لانه اكيد يعني عم بيقودوا يعني موجه اصلاحيه وتغييريه في الاجواء او في الحرم الجامعي وحتى على الطلاب انفسهم. فيعني احنا بنتمنى برضه ما يصيرش صدام يعني بين الطلاب، يكون في اتفاق حتى بين كل الشرائح وكل الفئات التي دخلت والتي انتخبت وفازت يعني في مقاعدها، حتى يتم فعلا التغيير وتكون في هناك خدمات للطلبة تقدم. بالنهاية مصلحة الطالب الأصل أن تكون فوق كل شيء في مجالس الطلبة. طيب إذا إحنا مشاهدينا هذا ما يتعلق في أخبار الجامعات، جامعة آل البيت والأردنية وجامعة الهاشمية. نروح لخبر آخر بيتعلق في يعني بشكل عام ما يتعلق في أحداث الأمة بنحكي، أو خبر بيتعلق في هو خارج يعني نطاقنا هون، لكن صار في ألمانيا. هذا الخبر في الوكيل، ألمان يرفضون المسيرات المناهضة للإسلام. طبعا جاء هذا الخبر بأنه أدان بعض المسؤولين من الألمان المظاهرات والمسيرات المناهضة للإسلام والرافضة لوجود الأجانب التي شهدت في البلاد متأخرا. ونحن نعرف يمكن مشاهدينا نسبة كبيرة جدا من الألمان أو ألمانيا تحديدا فيها شريحة كبيرة من اليهود، فطبعا كان هناك عدة مظاهرات مناهضة للإسلام وضد الإسلام وضد أي عنصر آخر يعني مهجر هو موجود في ألمانيا. هذه المسيرات كانت يعني بشكل مكثف وكانت بشكل يومي، فجاء طبعا المسؤولين هناك في ألمانيا ورفضوا مثل هذه
هذه المظاهرات يعتبروها انها شيء يعني في عنصريه، وهم منهم ضد العنصريه، واكيد اللي خرجوا حتى يناهضوا هاي الاسلام او يعادوا الاسلام خرجوا هم شريحه فقط بسيطه جدا لا تشكل السكان الالمانيين اللي هم الاصليين، اللي اكيد هم بيرحبوا في اي مهجر، بيرحبوا في اي عنصر جديد او جاليه اخرى سواء كان عربي او غير عربي. لذلك يعني اللي بيلفت الانتباه يعني مشاهدينا في الخبر انه الاسلام اينما كان هو محارب، يعني سواء كان من حكومات او من انظمه، واحنا بنشوف يمكن الدول الغربيه اما ان يكون يمكن المسؤول نفسه او الحكومه نفسها هي تحارب هذا الاسلام، او انه بنجد انه في شعوب او مجتمع او جزء من المجتمع بيحاول يحارب الاسلام، سواء مضايقات للمراه المسلمه في حجابها او نقابها زي فرنسا، او حتى مثل الان بنشوفه في المانيا بعض يخرج وندد بوجود المسلمين وغيره. لذلك يعني دائما نحكي احنا المسلم في بلاد الغرب هو والله يعني اكيد يعني مسلم، يعني ثباته على دينه لوحده هذا يعتبر شيء مهم جدا، ثباته على دينه شيء بحاجه الى فعلا الى قوه، والتحديات اللي بواجهها امامه تحديات كبيره جدا، نسال الله لهم الثبات يعني على موقفهم، وكيف انه ممكن المسلم في مكانه وهو في بلد غربي ان يكون سفيرا لدينه بثباته بالتزامه بمبادئه، وحتى لو حورب من عده جهات وليس من جهه واحده. ايضا للاخبار اللي حابين نحكي فيها اليوم عن طالب، هو طبعا هذا الخبر جاء بسواليف، واحنا كونه نحكي عن اجواء الشباب والشابات، وهذا الطالب هو من ذوي الاحتياجات الخاصه او بنحكي من ذوي الاعاقه. الطالب الكفيف اللي اسمه عامر ابن نبات يعاند الاعاقه ويتفوق بدراسته. طبعا هذا الخبر بيحكي انه هذا الطالب اللي هو لم يفقد البصر، والظروف الصعبه التي كان يواجهها هذا الطالب اللي اسمه عامر ما منعته ابدا من انه يعني يتحلى بالصبر والثبات وان يواصل مسيرته التعليميه، وهو الان سنه ثانيه جامعه وعمره 20 سنه، ويعيش مع اخته لانه الوالد والوالده رحمهم الله، فهو يعيش بعمان في مرج الحمام ويدرس في جامعه مؤتة. طبعا يقول عن المعاناه اللي بيعاني فيها او بيعاني منها طيله فتره الدراسه، من مرج الحمام لكل يوم يروح للجامعه، اكيد المواصلات ذهابه للحافله او موقف الباصات ليوصل ويدخل الباص، ثم يعني مسافه طويله جدا، وبروح بنزل بعد هيك وبروح للجامعه. يعني احنا بنحكي بالمؤتة في الكرك وهو في عمان، قديش يمكن المعاناه لانسان وطالب سليم ومعافى، فكيف اذا كان كفيفا، كان يعني انسان يعني عنده اعاقه، كم يصعب عليه ذلك، ومع هيك هو عم بيتحدى هذه الصعوبات ويدرس. وبالمناسبه هو جاب من الاوائل يعني حتى في جامعته متفوق، معدل التراكمي عالي جدا 81%، وهو انسان يعني ايجابي مع غيره، وايضا يتعلم ويتدرب وبدرب غيره، بيقوم بتدريبهم على ابريل للطلاب اللي مثله، فما شاء الله عن هذا الشاب فعلا. قديش لما احنا نسمع مثل هذه القصص، قصص النجاح، والله احنا ما بنسردها هيك سرد بدون اي سبب اكيد، يعني والله لما بنقرا هاي القصص او احنا بنقابل مثل هؤلاء الشباب، فعلا كم انه ممكن احنا الان المعافين وربنا انعم علينا بنعم كثيره، كم قد نكون مقصرين حتى في عبادتنا، مقصرين في تعاملنا، في عطائنا للخير، في مد يد العون لغيرنا من الناس. لذلك كان يتوقع انه والله بذكر مثل هذه القصص بتشحذ هممنا، ونتمنى يكون ان شاء الله كل الناس يعني عندهم هذه الإيجابية وهذا النفس. وهو مصر على فكرة، بيحكي أنه أنا على إكمال الدراسة، ومصر أن أكون إنسان متميز، وعنده أنشطة كثيرة بيشارك فيها في حياته، أنشطة رياضية وأنشطة ذهنية وغيره كما جاء في الخبر. إحنا بنحيي عامر ونتمنى له إن شاء الله التوفيق في حياته. خبر آخر مشاهدينا بتعلق في الأطباء، هذا الخبر جاء في خبرني 6000 طبيب أردني في الخارج. هاي الإحصائية اللي جاءت طبعا من خلال قول المدير التنفيذي لجمعية المستشفيات عبد الله الهنداوي، يقول بضرورة منع النزيف العشوائي، هو سماه النزيف العشوائي للموارد الصحية في الأردن، مشير أنه عدد الأطباء تقريبا العاملين في الخارج يزيد عن 6000 طبيب. قال الهنداوي أنه عدد الأطباء الأردنيين العاملين في دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يزيد عن 6000 طبيب، وأضاف أنه الأردنيين العاملين في القطاع الصحي الذين يساهمون بشكل كبير بتحويلات المغتربين بلغت 3.5 مليار دينار عام. هو أي نعم يؤكد على أهمية أنه والله هاي التحويلات للمغتربين الأردن عمالها بتنعش الاقتصاد الوطني وتدعم الاقتصاد الوطني، لكن هو بتمنى على أنه هؤلاء هاي الكفاءات وأنه تكون موجودة في بلدها، ما تهاجر وتروح تطلع من برا الأردن.
حتى فعلا يكون في دعم طبي في الأردن نفسه وما تروح الكفاءات وتخرج برا. بس احنا يمكن اللي بيلفت انتباهنا مشاهدينا في الخبر انه شو اللي بيخلي الطبيب المتميز اللي معه شهادة جامعية عالية جدا ومعه خبرة انه يخرج من بلده ويذهب إلى بلد آخر سواء كان في دول الخليج أو حتى في دول غربية؟ أكيد يعني أنه هنا مش ماخذ مكانه، فرصته في العمل، فرصته في أنه ياخذ حقه كموظف براتب يسمح له يفتح بيت ويعيش يعيش أولاده حياة كريمة وآمنة. لو كانت موفرة كل هذه الأمور أكيد ما كان فكر أبدا أنه يترك بلده ويروح لبلد آخر. فإحنا يمكن بدها هاي المواضيع إعادة برمجة وصياغة وإعادة تفكير واستراتيجية حتى كيف ممكن إحنا نجذب أبناء وطننا المتعلمين المتميزين ليكونوا في بلدهم وما يتركوها ويروحوا يغادروها لبرا وتروح الكفاءات لدول أخرى. أيضا من الأخبار اللي حابين نحكي فيها هو خبر طريف يتعلق بزوج وزوجته. هالخبر في الوكيل عم بيحكي عن زوج لبناني كأنه زعل زوجته بشيء معين. كيف كان طريقته حتى يراضيها لهذه الزوجة؟ بأنه مسك زي بيحكوها أرمة كبيرة ولافتة وعلقها على الشارع يعني بين الشارعين، وكل المرة كان يشوفوا هاي اللافتة ومكتوب عليها أعتذر لزوجتي فلانة، وكان كاتب اسمها أتوقع كان اسمها هناء أو شيرين شيرين. أنا بعتذر عن لزوجتي أم أولادي عن الخطأ اللي قمت فيه، حتى أنه ما يعيد الخطأ اللي ارتكبه، حتى أنه مشاعرها لا تجرح مرة أخرى. إحنا طبعا مش ذاكرين إيش الخبر، إيش السبب اللي خلاه أنه يعني يعمل هيك وشو السبب اللي زعل زوجته، لكن أكيد أتوقع أنه سبب كتير كبير اللي خلاه يعمل هذا الشيء ويراضيها. والله هي جرأة كبيرة جدا من الرجل أنه يعتذر وعنده ثقافة الاعتذار، ومش بس أي اعتذار، إنما شكل الاعتذار هو شكل آخر، أن يقوم برفع لافتة أمام الناس، وهذا شيء يعني أكيد تحية إحنا موجهها له على جرأته وقوته وكيف أنه ممكن يعترف بخطأه أمام الناس. وطريقة ربما تكون جميلة جدا مشاهدينا أنه كيف ممكن عندما تكون ثقافة الاعتذار بين الرجل والمرأة كان ممكن أن تحجم الكثير من الإشكاليات اللي بينهم. إحنا منحكيش كل واحد يعني زعل زوجته يمسك اللافت ويمشي فيها، لا، إحنا كان أقل القليل لو بكلمة لو بوردة لو برسالة على الواتس لأثرت شبكات التواصل برضه موجودة. هي إذا الوسائل لا تعدم أبدا يعني بين الأزواج، ممكن بإمكانه لو بده يراضي براضي لو بأقل الإمكانيات. إحنا حابين نروح مشاهدين لفيديو صغير لطالب لطفل صغير أيضا، نشوف هالطفل شو عماله بيمسك في أبوه وما بيعرف يحكي وبده يقوم بعمل معين. خلينا نشوف شو الأشياء اللي بده إياه هذا الطفل، بنرجع بنعلق على هالخبر. طمن كل شيء تمام، ما بدنا نستعمل سلاح لأنه في أطفال، خبرنا كل الشباب. إذا يعني مشاهدينا هالطفل الصغير اللي ما بيعرف يحكي لسه الآن بس بالإشارة، يعني سبحان الله أخذ أبوه حتى يقوم يصلي للصلاة، جابه وسحبه لعند السجادة، ولأنه أبوه عم بتفرج عليه شو عم بيعمل صار يصلي، فرجي أبوه إنه بده يصلي. كم هو هي يعني هالفيديو بيعطينا رسالة قديش إحنا مهم إنه نزرع في أبنائنا هذه القيم الجميلة، هذا الدين، وكم نقول إنه وجود القدوة في البيت له أثر كبير جدا على سلوكيات أبنائنا. والله الأم بتصلي، الأبناء بيطلعوا بيصلوا، حريص على صلاتك أبنائك حريصين، أنت حريص على صلاتك يا أيها الأب في المسجد أولادك سوف يصلون في المسجد. كلما إحنا زرعنا هالقيم في بيتنا وإحنا كنا قدوة لأبنائنا أكيد رح هذا الشيء يظهر على أبنائنا، وما نحكي إنه الشارع والله خربهم والشارع سوى والمدرسة سوت، المحضن الأول هو الأسرة، فالأسرة الأسرة ثم الأسرة. أكيد إحنا بنحاول إن شاء الله
جميعا انه نربي ابنائنا التربيه الصحيحه، ونتمنى يكون هذا اسلوب حياتنا جميعا. والطفل باجمله يعني ببراءته كيف عبر بطريقه جميله انه قوم وصلي للوالد، بس بايش؟ بالسلوك وليس بالكلام. مشاهدينا احنا تقريبا انهينا جولتنا اللي اخترنا لكم، بس احنا هنختم معكم بتقرير اعدته لنا زميلتنا مريم تولج حول موضوع المعتقلين، وكان لها زياره لعائله من المعتقلين الحراك والمعتقلين، وكان فعلا يعني هالزياره ارادت من خلالها من هذا التقرير ان تبين كيف يمكن مداهمات البيوت تؤثر تاثير نفسي على الابناء وعلى الاسره، وكيف يمكن حاله الفزع او حاله الخوف التي قد تنتاب الأم والأب وحتى كذلك يمكن الأبناء الصغار كم لها أثر ولها أبعاد نفسية. هذا كان يمكن المجال اللي تطرقت له في موضوع المعتقلين. والأجمل من ذلك أنه نفس اليوم اللي زارت فيه العائلة، وكان طبعا المعتقل هو حمزة شاهين، قد خرج بنفس اليوم، ومع ذلك تم يعني كأنه حصريا يعني تصوير هذا الشيء وخرج طبعا، وكان في اعتصام يتعلق بموضوع خروج المعتقلين. خلينا نشاهد إحنا التقرير اللي عادته لنا زميلتنا مريم تولج، وثم نودعكم بفقرة اخترنا لكم، ونكمل معكم باقي فقراتنا ومع سيدة منى السطري. أهلا وسهلا فيكم. صورة المعتقل حمزة شاهين تحتل صدر غرفة الجلوس في بيته. حمزة الغائب الحاضر، فهو الغائب منذ أكثر من أسبوعين نتيجة لاعتقاله، وحاضر في وجدان العائلة التي شق عليها الفراق. خلال الفترة اللي هي حمزة فيها في المخابرات أو في الاعتقال، الأولاد يعني وضعهم هو أكثر ما سبحان الله يدمي القلب، يعني بدخل على طول من الباب زي ما أنت شايفة هون صورة حمزة، فبفوتوا لما يعني يرون صورته بضحكوا، لما بسمعوا صوته على التليفون يعني صوره على الفيديو على التليفون سجل بضحكوا، لكن بيبكوا لما بيعرفوا حقيقة غيابه، إنه يعني ليش بابا مش هون؟ طب شو سبب اعتقاله؟ وضع الاولاد وضعي انا بالاضافه مع حمل الاولاد على طول الوقت في توتر قلق، بيطلعوا على المدرسه بيروحوا اول سؤال بيسالوني اجا بابا، بيناموا بنتي يعني صغيره على طول الوقت كل يوم سبحان الله اخفيك انه علاقه اطفالي مع ابوهم علاقه مميزه بفضل الله، الله يجزيه الخير ويبارك فيه، يعني هو مهتم فيهم بطريقه مميزه، بتصحى بتقول يا ربي اللي بدق على الباب بتقول ان شاء الله يكون بدق هذا بابا، بركضوا كلهم على الباب بيكون يعني الله يجزيهم الخير عمهم خالهم سيدهم جاي يطلوا عليهم. فهذا وضع الاطفال يعني اجمالا بشكل عام. كنا نرفع عليه المسدس كنا خايفين، انا واخوي الصغير صار يحكي لنا ابونا ابوي صار يحكي لنا تخافوش بابا هذا مش يهودي، يعني احنا خفنا وتاثرنا كثير بالمشهد هذا، واحنا ندعي له دائما، كنا نسلم عليه بالإشارات ونحكي معه، حتى ما كناش نعرف نحكي معه كيف يعني نحكي معه بصراحة وبهدوء، كان جنبي شرطي. اللافتات تنطق بالحال في اعتصام شارك فيه أهل حمزة أهالي المعتقلين الآخرين أمام الديوان الملكي، وذلك ضمن سلسلة من الاعتصامات التي قاموا بها للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. ورغم قرار الإفراج عن حمزة الذي علمت به العائلة قبل ساعة من الاعتصام، أصر الأهل على الحضور، فالقضية هم جماعي توحد فيه أهل المعتقلين. كنا قبل لحظات من مجينا للاعتصام مع المحامي جالسين، فكان سبحان الله الجلسة موترة انه لسه وعطانا انه رح يكون ما بأملكم مش بطلعته عن قريب، فاحنا بننزل وهو بكلم تليفون نادى علينا انه روحوا استقبلوا هيو في البيت. يعني لئن شكرتم لأزيدنكم، فضل ومنة من الله وإقبال كل المعتقلين اللي في الأردن كله وفي العالم كله اللي بدافعوا عن دين الله وعن أقصانا، إن شاء الله يا ربي سنستمر في هذه الوقفات حتى آخر معتقل يخرج من السجون بإذن الله. بيجوا في الليل أنصاص يعني نص الليل ببلشوا خبط على الأبواب، خبط بطريقة مرعبة، يعني بدهم هيك مداهمة، ما بدهم يعني يستنوا نسأل مين بدكو هيك، يلا أنو بيت يلا بسرعة احكولنا. أنا أمي المفقود ليث الكيناني، ابني له 7 سنين مش معروف وين، غادرنا إلى مصر وهناك فات على الأراضي المحتلة، ومن هذاك الوقت ما احنا ما بنعرف ابني وين، ومنشان هيك أنا يعني أولى فيه إن
يعني أشعر مع هؤلاء الناس المعتقلين، لأني أنا أقدر الناس على التعرف على أحاسيسهم ومشاعرهم وبكائهم على أبنائهم. لا، حاولنا نروح نزوره يعمل له زيارة رفضوا، المحامي دي يعمل له زيارة رفضوا، الصليب الأحمر كان له زيارة شهرية لهذا السجن للمخابرات، فقالوا اتصلوا فينا وقالوا لنا انه عملوا له زياره الصليب الاحمر الصليب، قلنا له رحنا احنا ما رضيوا، قال لا انا عملت لكم زياره لكم زياره، فروحنا يوم الجمعه وعملنا زياره، ضلينا من الساعه 9 للساعه 2 لما شفنا ابننا 10 دقائق وروحنا. معاناة عائلة المعتقل تبدأ من لحظات المداهمة والتفتيش والاعتقال، مرورا بانتظار لمعرفة مكان وجوده، ثم الانتظار بالإذن للزيارة وتفاصيل وظروف الزيارة نفسها. إذن فالعملية والفترة بأكملها تحمل معاني القلق والحزن والأسى والترقب لفرج قريب من رب العباد. مريم تولج لبرنامج بيتكم عامر. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، ومحطتنا الثانية على ذوقكم. المحطة هاي اللي احنا منريح فيها هيك وبنقعد مبسوطين نستنى بشغلة حلوة بتعملها ضيفتنا اليوم معنا السيدة منى السطري، حتقدم لنا شغلة على ذوقكم إن شاء الله تنال إعجابكم. أهلا وسهلا فيك سيدة منى، يعطيك العافية وشرفتينا اليوم بالاستديو. أهلا وسهلا، بنستنى منك شغلة حلوة، أكيد احنا شايفين ألوان وشغلات، فحبينا تحكي لنا للمشاهدين إيش اليوم حتقدمي لنا. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، اليوم رح أعمل من البقوليات الموجودة عندنا بالمطبخ منظر بأناني العصير الفاضية. يعني مجموعة بقوليات ملونة كأنه، بس أنا شايف فيها ألوان بنلونها وهي بتكون تنحط مناظر للمطبخ في المطبخ. صح؟ نعم. حلو جميل. إحنا طبعا بدنا نحكي المكونات اللي حتستخدميها حتى نعمل إن شاء الله الشغلة الحلوة المزرية. طبعا المكونات اللي هي كل البقوليات الموجودة عندنا بالمطبخ اللي هي الفاصوليا البيضاء. طبعا هون عندنا الفاصوليا مصبوغة لون تاني صابغها، طبعا انت بتصبغي اللون اللي بدك اياه. برضو عندنا حمص حب، عدس، فول هاد ابيض مجروش وانا صابغته برضو عملت له اللون وعدس مجروش وهذا فول اخضر برضو ناشف. حلو.
وعندك الاكسسوارات، اي نوع اكسسوارات يعني، بس انا حبيت اليوم اميز في مرتبانات صغيره بحط فيها برضه بقوليات وبعمل منها، بعمل الاكسسوار النهائي منها. من وين تنجاب هاي المرتبانات الصغيره والاحجام؟ هاي المرتبانات من عند العطار، لانه هاي الاحجام صغيره مش باي مكان ممكن. لا من عند العطار. برضه الصبغه اللي بنصبغ فيها البقوليات صبغه الاكل، واي لون، أي لون يعني كل الالوان موجوده عند العطار. جميل. ومع السيليكون يمكن بدك فرد سيليكون ومقص ومعلقه. حلو. وفي عندي هون هذا خيطان من الخيش، انا بعمل منهم منظر. طبعا هي ست البيت حرة شو ما بدها تعمل تعمل. بس انا يعني حبيت اليوم اعمل اشي معين يعني. طبعا اناني العصير الفاضية ممكن يكون عندها في البيت ست البيت، يعني اي انيني بدها اياها. اناني ازاز بتعطي منظر احلى، احلى من البلاستيك. صح. حلو. طبعا احنا بدنا نبلش هلا. نبلش احنا قبل ما نبلش بدنا نطلع فاصل صغير، بعدين نرجع نكمل عشان يكون امورنا كلها تمام، ونبدا من خطوة خطوة. اذا مشاهدينا مع فاصل قصير نرجع لكم. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، رجعنا لكم مكملين مع ست منى سطري بتعمل لنا مزهرية البقوليات، وكنا توقفنا عند المكونات. أهلا وسهلا فيكي مرة ثانية منى. هلا احنا عرفنا المكونات وشفنا ألوان الصبغات والشغلات اللي عملتيها من الفاصوليا الناشفة، أغلبها كله ناشف طبعا صح؟ كله ناشف. هلا الحين بدنا الخطوات. هلا بدنا نبلش بالعدس. طب اشمعنى نبلش بالعدس؟ أنعم هو أنعم شيء العدس، فبضل تحت لانه الاشي الكبير ممكن انه ما يتسرب لداخل الاشي الناعم، بس الناعم ممكن يدخل بال تمام. طبعا عادي لو نزلنا اشياء حوالينا هذا صغير. يعني تقريبا كانوا طبقه بنعمل صح؟ لحديت لما يعني حسب الست وحسب حجم القنينه. تمام. يعني كانت القنينه صغيره اكيد بده يكون الحجم اقل. لا لسه. هو الحلو في الموضوع انه بتحسي اشياء من البيت يعني كمان موجوده، بقوليات يعني متواجده دوما والوانها حلوه، ممكن كمان بتثير هيك البهجه بالمطبخ صح؟ هلا بدي ادخل الفول. تمام. طبعا الفول بايدي انا رح ادخله لانه كبيره. حبته كبير. كمان ناشف صح؟ كله ناشف وما بيخرب بالإنية، شو ما قعد لأنه ناشف ما بيخرب. بس انت تمسح الغبرة من برا عليه الست البيت أو كذا بكون أموره تمام. يعني في حبات هيك وقعت وطارت عادي برضه. بتكنس كله بالاخر. الحلو فيها انها سهله يعني مش هالصعوبه تاخذ، بس انه بدها تنسيق يعني وذوق. هلا بنبلش الفاصوليا البيضاء. بعدين يمكن هاي المناظر في المطبخ ست منى بتشجع ست البيت تطبخ صح؟ إذا كان ما جابها لها تطبخ يمكن إنها تشجع شوي.
كمان هي يعني هي كمية قليلة، مش تقول يعني إنه بسيطة عينات أيوة، مش يعني مش مكلفة، مش مكلف هذا الإشي، بس بيعطيكي منظر حلو برضه، بصير تاخديها هدية لمطبخ. والحلو إنها أغلبها أكلات شتوية، كلها يعني عدس أحمر على عدس بني على فاصوليا، كلها أكلات شتوية. طبعا الاحجام هاي ترجع برضه لذوق ست البيت صح؟ اها هذا ايش يعني بصير هذا حمص. حمص انا صابغته لون احمر، حمص ناشف برضه صابغته العطار. عند العطار موجوده يعني صبغه الاكل. فيها هي صبغه بودره وفي صبغه سائل، بس بتحطي بالمعلقه الصغيره شوي وبتصير تحركي فيها، بتخليها بس تنشف بتصير هيك وبسرعه. ما بتاخذش وقت. حلو. بس ما يجي على الصغار يفكروها قضامه يصير بدهم ياكلوا منها. لونها حلو بصراحه. احنا والله بنشوف هاي الاشياء تنباع بالسواق بالسوق والمولات، مع انه ممكن يعني واحد يعملها في البيت سهل. يعملها وبتكاليف اقل. تمام. عندي هلا الفاصوليا البيضة بس انا صابغتها لون اخضر. بس صبغتها حسب برضه الذوق، احمر اخضر زاهر الوان، احمر الوان، كل الالوان صح. موجوده. تمام. حطيناش عدس بني. لسه ما هي بالدور ماشيه. عدس المجدره. لا هذا ناعم. البني بتحسيه شوي اقسى واكبر. طبعا هو الا نكبكب يعني الاشي الناعم خاصة. يعني شو ضلنا على طبقات؟ نحاول انه مش شرط تعبيها كلها، بس نفرج للمشاهدين انه كيف الفكرة. ضل ايش في طبقات عنا؟ في عندي الفول الابيض هذا برضه مصبوغ. يعني ممكن يوصل لهون نعيد كمان مره. حلو. يعني نعيد الاشياء الثانيه. حط شوي من الفول هذا اللي ضل لونه ازرق، اللي سبقتي زرق ازرق. ايوه تمام. هذا فول مجروش برضه انا صابغته لون ازرق. برضه برجع بحكي انه الست هي حره، شو ما بدها تصبغ تصبغ. طيب حلو، فنحن ممكن اذا ما نكمل تملايه العبوه، بس نشوف كيف ممكن نعمل الزينه هلا كمان. اوكي هلا يعني لما بنخلصها تمام، بنخلصها تمام، بنسكر القنينه. طبعا بنضغط اكثر، كل ما كانت ايوه احسن. بتضغطيها اكثر وبعدين بنبلش بالتزيين هلا. لما بنخلصها من هون يعني انا عندي هذا الخيش اللي هو هذا خيطان خيش. بنجاب من وين برضه؟ من عند هذا سوق البخاري. ايوه سوق البخاري هذا موجود. دي كمية اقل. بتربطيه بس على هواء العبوة صح؟ بعمل منظر منه. ممكن هي قصتها قصيرة. قصتيها شوي كأنه قصيرة. يمكن ست البيت انها تملي وقت فراغها، يعني خصوصا اللي عندها يمكن صغار ما بتقدر تشتغل شغل طويل، ونفس الوقت حاسه عندها ملل او حاله فراغ في البيت، انها تستفيد يعني من هاي الشغلات وتعملها ببيتها صح؟ طبعا هاي الاشياء بتحسها انتجت يعني عملت شغلات حلوه، ومش بعيد انه كمان يمكن تصير تسوق لنفسها صح؟ وتبيع يعني لجيرانها للي حواليها. حلو. ثبتت هلا مع السيليكون. طبعا هي الاكسسوار اللي انا اقول يعني الاكسسوار هي ست البيت اللي بدها اللي بدها حسب
تختاره؟ ممكن الوان ثانيه، يمكن اشكال. زي ما قلت لك هذه فكره حلوه، هي جاهزه. بنعبيها طبعا، هي بتكون فاضيه، بنعبيها اي شيء بدنا اياه. بس نلفت منى على الكاميرا. عفوا سوري. الشكل كمان 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 لعند شمالك. ايوه بس بحيث انا نشوف كيف ممكن تثبت هاي القنينه الصغيره. تمام هيك اتوقع. برضه في اكسسوار مثل هيك ممكن هذا تحطيها بالنص. اكسسوار هذا من اللي بيكون عندك بالبيت من اي شيء يعني اللي مش موجود، ممكن تحطيها منظر مثل هيك. طبعا مثل هيك لو خلصت تطلع زي القنينه اللي قدامها هلا، تبقى جاهزه. حلو مثل هيك طبعا يعني. بس بنكون عبينا ان شاء الله شغله حلوه في المطبخ ان شاء الله. طبعا عجبتني وان شاء الله تكون برضه نالت اعجاب مشاهدينا. بنحكي لك يعطيك العافيه ست منى، اتمنى ان شاء الله انه برضه نشوفك في حلقات ثانيه واشياء حلوه. بمناسبه طبعا ست منى راح تروح عمره، احنا بنبارك لها ونتمنى تدعي لنا وان شاء الله ربنا يتقبل يا رب. ان شاء الله ونشوفك على خير ان شاء الله. ان شاء الله الله يعطيك العافيه. شكرا شكرا الله لك يا رب. اذا مشاهدينا نشكر ست منى السطري على ما قدمت لنا اياه من فقره على ذوقكم، بنتمنى تكون نالت اعجابكم. احنا الان معكم راح نكون في محطتنا الاخيره في فقره احنا والشباب. هالفقرة رح تستقبل فيها ضيوفنا ضيفاتنا الشابتين تغريد دعسان ومجد حمدان حول الحديث عن حملة حس بغيرك. وإحنا طبعا رح نعرض الآن مباشرة الجولة اللي قمنا فيها ورافقنا فيها ساجدة علي، وهي كانت من المشاركات يعني في حملة حس بغيرك. عشنا معهم تجربة العطاء، تجربة الشعور بالآخرين. أتمنى إن شاء الله ربنا يجرنا جميعا وكل من ساهم بإدخال السعادة والسرور في قلوب الناس والعائلات. تابعوا هالجولة حتى نكون احنا ان شاء الله كمان شوي مع ضيفتينا الكريمتين. اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا فيكم معنا بفقره احنا والشباب. احنا والشباب اليوم مع العمل التطوعي، العمل التطوعي اللي هو الرافع الاساسي لنهضه هذا المجتمع، وهو ثقافه مجتمعيه بعيده عن اي مكاسب ماديه. العمل التطوعي هو مش مجرد شعار بيرفعوه الشباب، انما هو واقع بيعيشوه في حياتهم، بيلمسوا اثره على حياتهم وعلى حياه غيرهم. لهيك احنا مشاهدينا اليوم متواجدين في منطقه حي نزال حتى نعيش تجربه حمله من حملات الخير، حمله حس بغيرك القائمة على الإحسان والخير والشعور بالآخرين لتحقق معنى من معاني الإنسانية. عن هاي الحملة وطبيعتها والقائمين عليها الصبايا والشابات اللي قائمين على هاي الحملة، حابين نتعرف عليهم أكثر ونتعرف على طبيعة الحملة. خليكم معنا، أهلا وسهلا. مشاهدينا وعن حملة حس بغيرك، احنا بنلتقي مع احدى القائمات على هاي الحملة حتى نتعرف عليها اكثر ونتعرف على طبيعة العمل في هاي الحملة. احنا بنرحب بساجدة. اهلا وسهلا ساجدة علي. اهلا فيك يا حبيبتي. حياك الله ويعطيكم العافية اول شيء وعلى جهودكم. احنا اليوم بالجولة اكيد احنا حنكون معكم في البرنامج يوم الخميس مع الصبايا اللي راح يكونوا يحكوا لنا اكثر عن طبيعة الحملة واهم اهدافها وكيف تمت، لكن اليوم احنا جايين لنشهد آلية العمل بالضبط، كيف حتنقلوا الأغراض وإيش طبيعة الأغراض وكيف رح تروح للعائلات اللي أنتوا اخترتوها. تفضلي. أهلا وسهلا فيكم. بداية إحنا هلأ في المكان اللي بنحط فيه تقريبا الطرود اللي بدنا نوزعها على العائلات. بداية بصير في كشف مسبق عن العائلة، وضعها إيش الإشي اللي بتحتاجه. إحنا طردنا السنة مكون من مدفأة، قلنكاز وحرام. تمام. أنتم بتشتروا مثلاً هاي الأمور نفسكم أنتم البنات؟ نعم نعم بالضبط. بصير إحنا بعد زي ما بحكي لك بعد ما نكشف على احتياجات العائلة وبنحصى عدد العائلات في كل منطقة، إحنا طبعاً موزعين في أكثر من منطقة مش في منطقة واحدة. بعد ما نحصي إيش احتياجات العائلة وقديش عدد العائلات اللي إحنا أصلاً بدنا نروح عليها، بنشتري الأشياء اللي أصلاً إحنا محتاجينها. طبعاً كل طرد بيحتوي على حرام، على صوبة. نعم. صوبة كاز ممكن ولا صوبة غاز أو كاز حسب احتياج العائلة. بتشتروا كمان قلنكاز بالإضافة لقلنكاز أو بدل نقدي، وبتودوهم على طول لكل عائلة للعائلة المحتاجة. نعم. قبل زي ما حكيت لك احنا بنشوف احتياجات كل عائلة ايش العائلة محتاجة، يمكن في عائلات تكون في عندها حرمات بس ما عندها صوبة او العكس. نعم.
فالعائلة مش شرط تاخذ الطرد كامل، ممكن تاخذ جزء منه حسب احتياجاتها. طبعا احنا اليوم معاكم برضه حابين نشهد كيف توزيعكم لهي العائلات، ونروح على بعض العائلات اللي انتم راح توصلوا لهم هالحرمات. اهلا وسهلا فيكم، ونعيش التجربه معاكم خطوه بخطوه لنشوف كيف ممكن فعلا يكون اثرها عليكم وعلينا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اذا هلا احنا بدنا ناخذ الاغراض، نعم هلا الاغراض بنحملها نحطها بالسيارات، نروح على الكازيه نعبي كاز، ونروح ان شاء الله على عائله. نعم بدايه، بعدين بنشوف باقي التفاصيل. يلا اذا احنا معك ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، واحنا معكم كاملين جولتنا مع حمله حس بغيرك. هذه الحمله بتحمل هذا الاسم وهذا المسمى فعلا، وبنعيشه واقع من خلال تعرف على عائله اخرى تعاونت معها يعني هذه الحمله، والصبايا عرفوا وتعرفوا على هذا المكان. عائله السيده خوله واحنا في بيتها الان، اهلا وسهلا فيك، واحنا مبسوطين ان احنا تعرفنا عليك سيده خوله. عارفين عن نفسك اكثر؟ تفضلي. انا خوله مواطنه اردنيه، جنسيتي اردنيه، متزوجه زوجي غزاوي يعني ما بحمل رقم وطني. تمام. عندي ثلاث بنات، انا طبعا برعاهم، انا مرت ابوهم مش امهم الاصل. يعني انت مش امهم للبنات؟ لا انا مش امهم، انا مرت ابوهم. طيب قديش لك متزوجه؟ صار لي سنه تقريبا متزوجه. امهم يعني مطلقه وتركهم. امهم مطلقه وسايبهم يعني ما بتسال عنهم. تمام. عندي البنت الكبيره عمرها 9 سنين طبعا بتشكي من ضمور الدماغ. نعم. يعني ما بتقوم ولا بتقعد، وانا بحفظها وبشيلها وبحطها باكلها، يعني كله انا تهتمي فيها انت. بهتم فيها. تمام. وعندي رزان صف ثاني وفاتن صف اول. تمام. طب مين اللي بيصرف على البيت وكيف انت عايشه وهذا بيت مين بالضبط؟ انا والله كان وضعنا يعني احسن من هيك، كنا ساكنين بسحاب وكان ندفع ايجار دار. يعني عندي زوجي بيعاني من تمزق بالركبه، عمل عمليه برجله اليسار، فكان وضعنا احسن من هيك، فبطل يقدر للشغل يعني، فاخذوه والله عمامه يعني راح على السعوديه اساس انه يعمل عمليه بركبته. هلا بغيابه جينا عند عمي، ضمنا ببيته عمي يعني. اها انت بيت العيله يعني بيت حماكي. بيت عمي، هذا بيت حماي، ضمنا بغرفتين، هاي الغرفه والغرفه اللي جوا، حتى يعني خواته لجوزي هم اللي والله اعطونا طقم الكنبيات هذول. يعني ما كان يعني في اثاث عندك هون؟ ما صح؟ كان عندي اثاث لا يعني، ولا شيء، ولا كنب ولا تلفزيون ولا اثاث ولا كنب، يعني كلهم حدا تبرع لنا بالكنبيات، واهل الخير يعني هم اللي دعمونا يعني واعطونا. هلا عمي اللي بيصرف علينا يعني، نعمل لكمة الأكل نطلع من كلها فوق وهيك يعني. يمكن عشان برضو زوجك غزاوي أتوقع، يمكن كل الخدمات مش موجودة متميسرة لكم. مش موجودة. أنا جانا كتاب من وزارة الصحة لوزارة الصحة إنه نروح مثلا الراجع، رحنا على وزارة الصحة ما في عنده رقم وطني. تاخذوا إجراتكم حسب الأصول، حسب الأصول إنه ما زوجي يعني ما بيطلع لنا إحنا أي شيء، أي مساعدة لا من لا مركز للبنت مثلا انه يضمها عشان الرعايه الصحيه. عشان طيب سجده، انت اكيد يعني كيف تم التعرف على سيده خوله، ومن خلال اكيد حملتكم هاي اكيد تعنى اكيد مثل هؤلاء هاي الفئه من المجتمع؟ يعني مثل ما حكيت لك برضه بالمره الاولى انه في اهل خير دلونا على الاخت خوله، وجينا عندها زي ما حكيت لك وشفنا الاحتياجات اللي هي محتاجتها، سواء ما عندها صوبه مثلا، كميه الحرمات عندها جدا قليله،
بحاجة وعنده ثلاث بنات يعني. والله كان مأجر هذا البيت ويصرف منه حاله يعني. إحنا جينا استغلينا وقعدنا في البيت يعني حرام يعني والله قاطع فيه بالأجار إيش يعني. بتعملوا أكيد يعني هذا الخير أكيد موجود. طب إيش شعورك يعني لما تعرفتي على ساجدة والصبايا والله من خلال حملتهم؟ والله كثير يعني. أول ما إجت ساجدة عندي يعني وحكت لي إحنا يعني انبسطت حكيت الحمد لله يعني رب العالمين إنه ربنا رح يفرجها علينا يعني. لانه عمي حرام مسكين يعني يا دوب يصرف على حاله يا دوب يعني بروح بتداين لقمه الاكل وبجيب لنا بحكي اطلعي ياكل وافوق يعني. بصراحه انت ضمن هالواقع اللي عايشتي وفي صعوبه في الحياه وانت بتربي ثلاث بنات هلا وهم مش بناتك صدقا كيف بكون مشاعرك؟ هل انت بتكوني حابه انك تربيهم شاعره بالرضا انه اوضاعك كلها بالرغم انك في عندك بنت عندها اعاقه؟ ما بقدر اقعد بدونهم. حتى لما اروح زياره عند دار اهلي باخذهم معي كأنهم يعني بناتك يعني. كأنهم بنات يعني. لما أروح عند دار أهلي مثلا بكون محتاج شيء يعني بناتي خلص يعني بيعتبرون بناتي. بناتك طلعوا بناتك إجوا بناتك راحوا يعني خلص هذول بناتي يعني. إن شاء الله ربنا أكيد رح يأجرك أكيد طبعا لأنه هاي معاملة مع رب العالمين طبعاً. مش مع العبد. طب أنت من خلال هالجلسة هاي اللي إحنا معك إيش بتحب توجهي رسالة للمسؤولين اللي عم بيسمعونا الآن وبيشاهدونا وشايفين وضعك وضع كثير من الناس يمكن والأسر اللي بتعاني فعلا بحاجة لمعونة؟ والله أنا بطالب هسه برقم وطني لزوجي حتى يقدروا يساعدونا لو رحت مثلا على أي جمعية على أي شيء مركز. هسه المراكز الخاصة أقل مركز 300 دينار بده للبنت هذا ورعاية صحية لروان لأنه من حق البنت إنها تعيش. مع انه اهل الخير ما بيقصروا. انا شايفه ما شاء الله مثل يعني حمله السبغيره وغيرها يعني انه يعني اذا في يعني من جلاله الملك انه لو بيت بس ضمني انا واسرتي وزوجي يعني لانه عن جد يعني ظروفنا صعبه وعمي من حقه انه يصرف من هذا البيت يعني. حتى هذا السجاد والله كان للناس المستاجرين يعني انا اخذته غسلته وظبطته وحطيته في البيت. كان الله في عونكم سيده خوله. احنا اكيد ان شاء الله بهالحواريه البسيطه نتمنى يكون صوتك وصل واكيد يعني نتمنى المسؤولين يسمعوا ويشاهدوا ويشوفوا انه في اسر فعلا بحاجه لمثل هاي الرعايه. واكيد يعني الحمله اللي عملتها حس بغيرك اللي قائمه عليها سجده وزميلاتها اكيد يعني هي باب او نافذه كتير إيجابية حلوة تعيشوا فيها وتحسوا إنه في تعاون وفي ناس بتحس معكم. ما شاء الله عليها ساجدة يعني من أول ما حكت يعني وعدتني وسبحان الله يعني هي جيتوا اليوم أنتوا يعني وعدتني وأجيتوا على الوعد نفسه. الله يسر أموركم إن شاء الله. متمنى نكون إحنا برضو أسهمنا يعني بهذا الجزء من هذا الشيء. مش فيش إشي مواجبكم إحنا بنقدم لكم معاهم يعني أشياء بسيطة حرمات مع صوبة وإن شاء الله هيك ربنا إنه يسر لكم الله يسعدكم أهل الخير ليحسوا الله يجزيكم الخير يا رب. الله يحييك أهلا وسهلا فيك. أهلا أنت. أهلا فيكم مشاهدينا وإحنا معكم كاملين جولتنا حول الحديث عن حملة تحس بغيرك. وأكيد إحنا متواجدين في بيت من البيوت اللي وصلتهم طبعا المعونة من أهل الخير وأهل الحملة بيت أم عبد الله اللي حابين نتعرف عليها أكثر ونعرف كيف البنات تواصلوا معها حتى وصلوا لعندها وتعرفوا عليها. أهلا وسهلا فيكي أم عبد الله وإحنا كتير مبسوطين إن إحنا اليوم عندك في بيتك. بداية إحنا حابين نعرف أنت كيف كانت بدايتك لما كنت بسوريا ورجيتي هون؟ هذا البيت كان مباشرة أول بيت ولا كان في لك بيت قبل هيك؟ كنت ساكنة عن جماعة الله يجزيهم الخير قاعدون عندهم يعني بدون أجار بيت والبيت مفروش يعني هذا ما قدرت أمن شيء. بعدين اضطروا أنه بدون البيت الجماعة وصار يدلف ماء وقمنا طلعنا واستأجرنا هذا البيت. قعدت في البيت هذاك؟ قعدت فيه شيء سنة ونص سنة وشهرين تقريبا. ما كان لكم عفش ولا إشي لأنه كان موجود أصلاً. الله يجزيهم الخير من الجماعة اللي كنت عندهم. طيب بعدين انتقلتي لهذا البيت كيف عرفتي هذا البيت اتأجرتي ولا؟ سألنا والله جماعة ذكروا لنا إياه وجينا استأجرنا عادي. طيب احنا شايفين ما عندك شيء تقريبا كان ما صح؟ ما عندي شيء والله يعني بتوقع انه ممكن في صعوبه لما الواحد يعيش في بيت ولسه ما في اثاث ودنيا برد وشتاء ولا احنا شايفين ما شاء الله الاجواء كثير والله. يعني حابين نسال ساجده كيف وصلتي لام عبد الله؟ كيف عرفتي توصلي انه تعرفي انه في ست بيتهم تقريبا ما في اي اثاث وبحاجه لتعطيهم بعض الشغلات المهمه جدا في فصل الشتاء؟ صحيح يعني انا مثل ما حكيت لك بالبدايه انه ما بنروح على اي عائله نعطيها اي تبرع الا اذا كشفنا على وضعها شفنا شو محتاجه بالضبط. فزي ما حكيت لك انه واحد عن واحد او حد بيدلنا على بيت انه مثلا في ست هون محتاجه
أو في عائلة هون محتاجة، فإحنا بنروح بنشوف شو وضعها، بنقرر وقتها إذا فعلا هي بتستحق هاي التبرعات ولا لا. الوضع صراحة مش سهل، لأنه في عائلات مرات بتلاقيها بتاخد مثلا تبرع بتبيعه أو بتعطيه لحد تاني، فإحنا بنكون حريصين إنه العائلة فعلا تكون محتاجة يعني أو تستحق هذا التبرع. وسمعتوا إنه عبد الله بيتها ما كان فيه شيء تقريبا صح؟ نعم، إحنا حتى إجينا الصبح، إحنا خلال فترة الصباح إحنا من الساعة 8 تقريبا طالعين جبنا الفرشات الحصيرة الحرامات على أساس إنه تقعد بالبيت، لأنه المتبرع قايل لها أو صاحب البيت السابق يوم الخميس آخر يوم بتبقى في البيت. نعم. وإحنا كمان نحاول نأمن أكيد من أول المشاهدين كمان إنه البيت ما كان فيه أي شيء، والبنات الصبايا الصبح الله يجزيهم الخير جابوا هالفرشات وجابوا هالحصيرة والإحرام، وطبعاً هم كمان برضو يعني رح يقدموا لك برضو شيء يعني برضو يفيدك بهالشتاء، وجابوا معاهم يعني في كاز وفي حرامات وفي صوبة إن شاء الله حتى تدفي أنت والأبناء. طب احكي لي إيش حاجاتك اللي أنت حبيتها تكون متواجدة في هالبلد، وأنت جاي من سوريا أكيد يعني الله يعينكم على الأوضاع. يعني حاجة لكل شيء والله، كل شيء بالبيت يعني، ما عندي إشي بنوب نوب بالبيت ولا حتى أدوات مطبخ ولا شيء بنوب نوب. يعني ان شاء الله يا رب ان تكون من خلال هالحواريه انه اهل الخير برضو كمان ان شاء الله يسعوا ليقدم لكم اي معونه، وانتم اكيد بلدكم الثاني مع عبد الله ان شاء الله. الله يحييك يا ربي، واحنا كثير مبسوطين احنا واجدين معك هلا، وبرضو هلا يعني بنتوقع احنا لو ساهموا البنات والصبايا بهاي الحمله بتوقع انه شيء رح يكون ايجابي بالنسبه لك. شو شعورك يعني هلا وعم بيجوا عليك البنات وعم بتعاونوا معاكم؟ الحمد لله، الله يجزيهم الخير يا رب. الحمد لله، الله يحييك يا رب. تسلمي يا رب، ان شاء الله معاكي هلا، ومتمنى لكم كل خير وان شاء الله تكون حياتكم افضل لقدام. اهلا وسهلا، تشرفنا. الله يحييك. مشاهدينا الكرام، وبنهاية جولتنا مع حملة حس بغيرك، فعلا حس بغيرك وشعرنا فيها مع الآخرين، وإحنا أكيد يعني بهاي الجولة بنشكر ساجدة علي اللي كانت معنا ومرافقتنا بهالجولة اللي قلنا فيها عند العائلات. ساجدة يعني بختام هالجولة، وإيش حابة توصلي رسالة لأهل الخير للناس اللي عم بيسمعونا وبيشاهدونا الآن من خلال هالأشياء اللي عشناها مع العائلات؟ نعم، بدي أشكركم بالأول، بدي أشكر قناة اليرموك، أشكر فريق الإعداد، أشكرك أنت سلام. رسالتي للناس اللي بيسمعونا وبيشوفونا إنه حاول أترك بصمة في الحياة، أترك بصمة عند الناس اللي محتاجين هاي البصمة ومستحقينها. بدي أحكي مقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصاريع السوء، وهاي بالفعل عايشناها وعشنا هذا المعنى تماما. بشكركم كثير والله يبارك فيكم ويجزيكم عنا كل خير. احنا نشكر وجودك معنا، واكيد احنا مشاهدينا مكملين باقي الحواريه عندنا في الاستوديو، واكيد يعني حمله حس بغيرك هي حمله فتحت لنا نوافذ وابواب من الالام والامال ان شاء الله للخير ولاهل الخير. خليكم معنا وتابعونا، اهلا وسهلا. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك،
لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، واحنا معكم مكملين حمله حس بغيرك او فكر بغيرك. كل هذه هي ليست عباره عن شعارات، انما واقع عشنا فعلا مع فريق حمله حس بغيرك، واحنا بنرحب فيهم عندنا بالاستوديو. ومعنا مجد حمدان، اهلا وسهلا فيك. ومعنا كمان تغريد دعسان، حياكم الله. اول شيء يعطيكم العافيه على جهودكم، وبارك الله في هذه الايادي المعطاءه اللي بتقدم الخير يعني للناس، بتدخل السعاده في قلوبهم. احنا يمكن شاركنا معكم بجوله صغيره يعني جزء من يوم، وكم شعرنا فعلا والله بأثر هذا اليوم علينا. فكيف انتم عمالكم بتعيشوا هاي التجربه منذ البدايه لحتى نهايه المطاف؟ فاهلا وسهلا مره ثانيه، ونرحب فيك مجد البدايه. اهلا وسهلا بك، حياك. طبعا مجد، احنا نحكي اول شيء من وين اجتكم الفكره، فكره انه يكون عندكم حمله وتحمل هذا الاسم، بدايات الموضوع؟ اول شيء شكرا لكم على الاستضافه، طبعا نشكر قناه اليرموك. هلا الحمله بلشت من ايام حمله الكرفانات بالزعتري. طبعا كل حس انه الزعتري الخيام مبلوله، طب احنا كشباب شو حابين نعمل؟ تزامنا اطلقت النقابات المهنيه، طبعا مشكوره وقتها حمله الكرفانات، فاطلقنا حمله شبابيه بعنوان في الزعتري خيك وخيي. بفضل ربنا هي كانت ب 2012، طبعا تم تامين 8-6 كرفانات الحمد لله. طبعا بالسنه اللي بعدها بما انه بلشنا المشوار فصعب تتراجع وصعب تحكي ما بدي اكمل، فانطلقنا بحمله حس بغيرك الاولى، طبعا كانت على راس السنه برضه ب 2013، وثم الان في حمله حس بغيرك 2. طبعا هو اللي بيبدا المشوار صعب يحكي انه انا ما بدي اكمل، فبكمل مشواره. ليش حس بغيرك؟ نحكي انه ليش حس بغيرك، كانت بدنا شيء من الناس اللي بتتبرع، من الناس الكرمين اللي بتبرع على الناس المحتاجين المستورين. طبعا فاجت حس بغيرك، حس ببردهم، حس بحاجتهم، حس انه في ناس ما عندهم صبات، حس بناس ما عندهم محرمات. طبعا زي ما شفنا بالبرومو لسه هذا يعبر عن لسه يمكن من الفئات جدا جيده فعليا، نعتبرها يمكن فعليا من احسن العائلات اللي رحنا عندها. رحنا عند عائلات بطانيات بسيطه اللي بتفرش على الارض نفسها بتتغطى فيها، رحنا عند عائلات بتدفع على الببور، رحنا عند عائلات مثلا على غاز الارض. وطبعا الكادر راح الفريق مشكور، راح السنه الماضيه على راس منيف، نتذكر الثلوج اللي كانت موجوده. عائلات ما لها شبابيك، عائلات ما عندها ايش تتغطى، فيش حتى مستوى غاز، اكيد يعني ابسط حتى المقومات الحياه البسيطه يا دوب متواجده كانت مش موجوده. فكان طبعا دافع يعني انه احنا شو بدنا نعمل، شو بدنا نعمل. فانطلقت طبعا فريق منابر النور التطوعي بحمله تحس بغيرك، والحمد لله هنا وما زلنا مستمرين. يعني بديتوا انتم الموسم اللي فات، كان برضه له مميزات الموسم اللي فات ثلج صحيح، وكان هلا الموسم الثاني يكمل يعني عملكم، واكيد في تطور اكيد ما شاء الله. احنا شهدنا بقول لك جزء، ورح نحكي مع تغريده لنسالها يعني بعد هاي النشاه وهذا العمل اكيد في صعوبات واجهتكم وتحديات، احكوا لنا عن اهم التحديات اللي بتواجه كاي حمله، وخاصه اذا كانت بتحكوا عن حمله بتتعلق في مجتمع محلي، بتدخلوا انتم لبيوت ولعائلات، وهالعائلات هاي اكيد يعني وراها ما وراها يمكن من قصص ومن حكايا، فحدثينا عن هاي التحديات بشكل عام. هو يمكن أبرز التحديات اللي كانت تواجهنا، لأنه إحنا مجموعة مستقلة، الشباب مستقلين يعني شغل يعني فردي نعتبره فردي، كان يعني أكثر إشي يواجهنا إنه بدنا حدا يعني واجهة تدعمنا. فالحمد لله بعد بحث مستمر وكذا عن طريق جمعية المركز الإسلامي، تعاون معنا مركز عز الدين القسام. جميل. فالحمد لله لقينا تعاون كثير كبير منه. حلو. فانطلقت الحمله عن طريقه يعني طبعا لانه لما تحكوا انتم عن عمل فريق مثلا قد ما كان في ثقه رسمية. اكيد في ثقه بالناس، لكن مش الكل بيعرفكم انه مين هي مثلا مجد، مين هي تغريد، فبحاجه لواجهه انه رسميه او قد تكون امام الناس حتى يعني الناس تثق اكثر وتساعد اكثر وتدعم هاي الحمله اكثر، مش هيك؟ صحيح. جميل. ويمكن نحكي عن هي بالبدايه كان عندنا مشكلة بمعرفة العائلات وهيك، بس الحمد لله كمان تمكننا انه نعرف عن طريق ناس بتعاملوا يعني جمعيات خاصة وإشي زي هيك، عن طريقهم تعرفنا على عائلات، قدرنا من خلالهم انه
يعني نعرف وضع العائلات، نروح نزورهم، نعمل زيارات قبل يعني قبل أي توزيع، نعمل زيارات نتقصى عنهم، نعرف يعني شو المشكلات اللي بيواجهوها، شو الإشي اللي بيواجهوه، مشان كمان نستمر معهم للأمام كمان. يعني حلو إنه كمان في تحري ودقة، أنا بشوف كمان في موضوع إنكم تعرفوا العائلة شو هي إمكانياتها وشو هي احتياجاتها، هل فعلا هي بحاجة، لأنه يمكن بتوقع الأولويات في الموضوع لازم تكون واضحة، إنه في ناس أوضاعهم يعني عدم. إحنا شفنا يمكن بيت الست السورية تقريبا ما كان في بيت يعني صحيح. ولا سجاد ولا حتى ادوات مطبخ زي ما حكت، فبتوقع ان مثل هاي الحالات الصعبه بتكون هي اولى من غيرها، اولويه بالضبط، بكون في لها استمراريه، انه ماشي احنا حاليا اعطيناها المدفأة او الحرام، بس اكيد في استمراريه، عده المطبخ، احتياجات ممكن للاطفال نفسها، ملابس، فيعني انت بتحكي بدك تبلش معها الاساس وتكمل حتى لو انتهت الحمله، بالضبط، حتى لو انتهى موسم الشتاء. انتم كم تقريبا مجد عددكم يعني في منطقه حي نزال بالتحديد، يعني كم بنات؟ حي نزال هم فعليا ما يقارب ثلاثة طبعا هم، احنا بنحكي مش بس حي نزال، في حي نزال بمنطقة الطيبة، طيب مخيم حسين، بالضبط، هم يعني عمان مقسمة لثلاث مناطق، مناطق الزرقاء، بالضبط، الزرقاء واربد والطفلة. فاحنا كنا لسه كمان التطور اللي صار، انه مشان انطلقنا من حوالي 10 اشتغلوا السنة الماضية لحد الان 20، غير المتطوعين طبعا اللي بيبعتوا لنا نفسنا نشارك معكم. فهي كمان ما شاء الله الحمد لله اهل الخير وين ما ندلوا، حتى لو ما بقدر يعطي فلوس بيحكي لك بس بدي اطلع معك، بس بدي اوصلكم، بس بدي مثلا مش يعني يشارك بالاجر، يشارك بالجو، بدي احمل معكم بالسياره. فسبحان الله الكل يعني مثلا في حدا استضافنا الاحرامات، اوكي خلوا الاحرامات عندي لتبلشوا توزعوا، او اللي عنده سياره عندها سياره مثلا ممكن تساعد في النقل وتوصيلكم، بقولوا البنزين انجاز. اكيد بالضبط طبعا يعني انا برضه شاهدت انه فعلا في يعني تطور زي ما حكيت، انه بديتوا الموسم الاول وهلا انتم موسم ثاني. طب ايش الفرق يعني بين الموسم الاول والثاني اذا تغيد حابه تحكي لنا في الموضوع؟ هو يمكن الموسم الاول لسه يعني كان عملنا بدايه وإشي جديد يعني، فكان لسه كتجربة. أما إحنا الموسم هذا هاي خلص إحنا بنينا على المرة الأولى الأساسيات الأولى وهيك، فبنينا عليها، فعرفنا كمان تلفينا السلبيات اللي كانت، حاولنا نكون أكثر دقة كمان من المرة اللي فاتت، التخطيط يمكن أكثر، استراتيجيتكم اختلفت. حلو جميل. طب إيش ممكن السلبيات مجد اللي أنتوا كنتوا شعرتوا أنها كانت موجودة في طبعا أي عمل بدايته بكون في عفوية الأول. أكيد بالضبط، ممكن العائلات فعليا إحنا رحنا على بعض البيوت ولكن ما رحنا بعض البيوت، بس الحمد لله الجمعيات كانت تغطي هذا الموضوع. يعني ما بعتبرها سلبية، لأن الجمعيات الخيرية والنشطاء المجتمعيين اللي بالمدارس أو بنحكي نوعا ما بالمناطق عارفين إيش إيش احتياجات هاي الأسرة، فإحنا كنا نغطي إشي بإشي. السلبيات ممكن مثلا إنه هو مش سلبية، أنا بعتبرها إيجابية، انه انطلقنا كان بشهر 12 بعز الثلج، فكان انه احنا لازم نستنى الثلج لتهدى شوي. الفترة هاي لا بلشنا بشكل ابكر، بلشنا بشهر 11 يعني، فهاي كانت تدارك الزمن اشي ايجابي. برضو صار عندنا داتا كويس للعائلات، يعني يمكن احنا كنا نروح على العائلة اوكي ماشي، ممكن ما نرجع لها او ما ناخذ معلوماتها، الفترة هاي لا عارفين وين عنوانها، عارفين وين معلوماتها، عارفين ايش احتياجاتها فيما بعد. حلو. ممكن مثلا صار عندنا فكرة انه نتواصل مع جهات رسمية اخرى، يعني في ناس حاليا ممكن بيحكوا لنا جيبوا لنا ايش احتياجات الاسرة احنا بنزودها فيها كسجاد. حلو. فهي كانت خطوة ايجابية فعليا زي ما حكيت، زي التغريد بنينا على بالضبط على الشيء. احنا نكمل معاكم هلا، بس خلينا نستقبل هذا الاتصال بوجودكم معنا. اهلا وسهلا في ام مجد من الزرقاء، حياكي الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية بداية. الله يعافيك يا رب. ثاني أنا بحب أشكر الفريق القائم على الحملة. الله يحييك. ودعائنا موصول طبعا لهم، الله يبارك كثير في جهودهم يا رب ويكون معاهم إن شاء الله. يعني في جو من هالأجواء بالشتاء والبرد قارس، وكلنا نعرف طبعا الأوضاع حاليا. الناس يعني ما عندهاش مثلا اثاث، ما عندهاش افراش، ما عندهاش فالله يجزيهم الخير، يعني قائم على الفكره واللي وصل الفكره للناس واللي قام عليها وجمع وساند ودعم، يعني كلهم ان شاء الله مشكورين ان شاء الله، وان شاء الله ربنا بيحطها بميزان حسناتهم. اللهم امين. مجد انت بتحسي انه هاي الاعمال التطوعيه اللي بيقوموا عليها الشابات وهي الحملات بتفيد كثير يعني بالشعور بالاخرين، بخدمه المجتمع المحلي، ممكن انها يعني تاثر تاثير ايجابي عليهم، تخفف من وطئه الحياه الصعبه اللي قد بيعانوا منها بعض الاحيان؟ طبعا طبعا طبعا، يعني لما بيكون في ناس حاملين هم الامه أو ناس يعني عندهم فكر إنهم بس يخدموا دينهم لخدمة وطنهم، خدمة الناس، يعني بس لو إنهم بس من طريق إنه إنسانيا يحسوا مع الناس، فهي يعني كفيلة إنه يعني تحكي إنه الحمد لله في الدنيا فيها خير.
ان شاء الله. فالحمد لله رب العالمين، ان شاء الله يقويهم يا ربي ويأجرهم على العمل هذا. الله يجزيك الخير انت كمان، وشكرا على تواصلك على دعمك فعلا يعني على يعني بهاي الحمله، واتمنى يكون هذا كل حياتنا كلها خير في خير ان شاء الله. طيب امين، شكرا لك ام مجد، الله يسلمك. طيب معنا اتصال اخر من تهاني. تهاني السلام عليكم. اهلا وسهلا، تفضلي تهاني. انا بحب انه اشكر القائمين على الحمله، ما شاء الله جهودهم مباركه، واي شيء يعني بقدموه بكون ان شاء الله في ميزان حسناتهم، يستطيعوا انهم يعني يدخلوا الدفء ولو قليل يعني على كثير من الناس المحرومين ان شاء الله. وانا يعني ان شاء الله يعني من ضمن الحمله ومن ضمن الاشياء اللي يعني اللي شفناها، يعني في كثير عائلات عن جد يعني محتاجه، لو يعني لو قرش واحد من كل انسان عن جد بكفي انه يعني هذا الشيء بغير بيسعد ناس كثير. نعم يا تهاني، كأنك انت حاسه انك شابه من الشابات اللي برضه يمكن كان لك مشاركه يمكن في حملات خيريه وهيك، اللي عم تحكي بنفس اللي بيعطي نفس اللي قدم جهد. اه تفضلي. انت لك مشاركه كان قبل هيك تهاني في حملات خيريه؟ انا والله الحمله حس بغيرك كان ان يعني المشاركه فيها حس بغيرك اللي هي واحد يعني هلا حس بغيرك اثنين برضو انا يعني مشاركه فيها يعني ما شاء الله عليكي. الله يعطيكم العافيه، بتمنى لكم التوفيق، والله لما شفنا نماذج مثل هيك يعني بتمنى يكون فعلا هذا يعني كل بناتنا وشاباتنا بيحملوا هذا النفس وهذا الهم في انهم يخدموا مجتمعهم المحلي ويشاركوا في هذا الشيء. شكرا لك يا تهاني. طبعا احنا بنحكي عن موضوع العمل التطوعي قديش هو مهم، وبصراحه يمكن في ناس بيسالوا بيحكوا ليش انه البنات والصبايا شاغلين بالهم بهالقصص هاي ورايحين وجايين وتعبانين وعمالهم بيحملوا اشياء وبدوا اشياء، ويمكن تقضوا يوم كامل وانتم برا البيت وعمالكم بتشاركوا، في تعب وفي جهد. طب السؤال لماذا يعني شو اللي بيشعركم انه هذا الشيء مهم جدا واللي بتقدموه له اثره في المجتمع؟ يعني هو فعليا بحس بغيرك لحالها بتحكي، برضو البرومو بفكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام لحالها بدور انه فعليا ليش بنتعب، ليش بدك تعمل، المسؤوليه المجتمعيه، حس المسؤوليه المجتمعيه هذا موجود اساسي. تمام، في جمعيات خيريه مشكوره بتقوم هذا العمل، ولكن برضو في ثغرات مش الكل بوصلها، في بيوت مش الكل حيوصلها. اذا احنا حكينا لا ما بدي اشتغل، والله شو جابرني على هالغلبه، واذا غيرنا حكى من شو جابرني على الغلبه، فلا يعني هو فعليا احنا الرسول صلى الله عليه وسلم حكى للمؤمن بالضبط، يعني كنا جسد واحد، كنا بدنا ندعم بعض، كنا اذا حدا تعبان لازم نروح له، اذا حدا بردان فعليا لازم ندفيه. ففعليا بحكي من حس الانسانيه الموجود اي فطره طبيعيه لاي انسان، لازم يطلع، مش لازم يفكر ليش، لازم يفكر ليش ما اعمل، هذا طبيعي انه واحد فاحنا لازم بالضبط الفطره الطبيعيه لازم اعكس السؤال انه انا شو بدي اقدم، شو بدي اعمل. هاي حلو. الفكره اللي احنا بننطلق فيها يعني ان شاء الله من اليوم بتمنى انه العدد عندنا 20 متطوعين لا يزيد 40، ما شاء الله غطينا احتياجات 40 اسره حاليا، لا انا بفضل 80، فان شاء الله تكون يعني حافز للكل انه يفكر يعني احنا شو ممكن نقدم. الباب مفتوح بتوقع لترحبوا باي فكره جديده حتى تطور حملتكم، بحاجه دعم مادي معنوي اي شيء ممكن واحد لو بفكره أي صغيره اي فكره معنويه. صحيح تغريد، ايش شعورك انت وبتشاركي زميلاتك لما بتقدمي شيء لعائله وبتحس العائله والله الشغله اللي عندهم هاي كانت ناقصه، ولما جبتوا لهم اياها شو ردة فعلهم وانت بتشهدي ردة الفعل هاي، شو بيكون شعورك؟ صحيح، يمكن هي اكثر شيء الواحد يعني بحس فيه لما يشوف ابتسامة طفل أو يشوف ابتسامة امرأة، فبتحسي فعلا الحمد لله أنه ربنا يسرني بهذا العمل لأدخل سرور على بيت مسلم، يعني الحمد لله. يمكن كمان الواحد بيكون عنده دافع أنه لا بدي أكمل، بدي يعني أستمر بهذا العمل، يعني كمان هذا دافع ثاني خليك تزيدي أكثر. أكيد. طيب نأخذ اتصال برضو كمان بعد إذنكم مع نورما. نورما السلام عليكم. ألو نور؟ عفوا نور سعيد، أهلا وسهلا، أنا وصل لي نورما يعني فنعتذر. السلام عليكم. سهلة. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية أخت سلام. الله يعافيك، طبعا أنت المدربة نور سعيد صح؟ أهلا وسهلا. أيوه بالضبط. الله يبارك فيك، الله يكرمك يا رب. حياكي الله. الله يبارك في جهودهم الصبايا، والله إحنا نفخر فيه إنه يكون في عندنا يعني هيك همم شباب ما شاء الله. الله يحييك. يعني ما شاء الله فريق منابر النور دائما عطاؤه لا ينضب. ما شاء الله. هذا شيء إحنا نفخر فيه. كانت الأخت تغري تحكي إنه إحنا مو لاقيين واجهة تدعمنا. فأنا يعني من على هذا المنبر يعني باسم مدارس الاحتراف الدولية ما شاء الله يعني شيء كثير بشرفنا انه احنا نتبنى مثل هيك مشاريع ما شاء الله. يعني احنا الان ان شاء الله في عندنا حملة تفكر فينا ان شاء الله حتغطونا اياها ان شاء الله اليوم بإذن الله نفس المبدأ.
فيعني هذا شيء جميل. يعني هذا اقل الواجب اللي المسلم ممكن يقدمه لاخوه المسلم في هذا الوقت. يعني ما شاء الله انت كونك كمان نور انت مدربه ما شاء الله عنك في التربيه وتوجيه وموجهه تربويه نعتبرك وحتى في عده امور بتشعري مثل أكيد. هذه الحملات لها اثرها على الشخص نفسه اللي بيقدم عمل خيري واثره على غيره ايضا. حدثينا من ناحيه نفسيه نحكي عن الموضوع اكثر. اكيد طبعا انطلاقا من مدربنا الاول رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قال اخشوا شنو فان النعمه لا تدوم. يعني الاخشوشان يعني انه يعني لما تشوفي انت عائلات مثل هاي الحاله تقولي سبحان الله احنا مرات يعني نتبطر على كسره الخبز بنقول يعني خلص بنكبها ما في مشكله. لما نشوف غيرنا بدور على هاي الفتاتات بين الرمل بنقول سبحان الله يعني قد احنا ما بنقدر اثر هاي النعمه. فكثير ضروري للنفس البشريه تشوف مثل هيك حالات حتى يعني تكسر شوي الكبره اللي ممكن تصل يعني لهذه النفس اذا وصلت لمراحل من النجاحات والانجاز. إذن احنا والله بنشكرك جدا على هاي المداخله الجميله واحنا بنتسنى نشرفينا برضه بالاستديو. اهلا وسهلا فيكي معنا مدربتنا نور سعيد. اهلا وسهلا فيكي. طبعا احنا معنا اتصال اخر من طارق من الزرقاء. السلام عليكم ام طارق. من اربد لو سمحت. من اربد. اهلا وسهلا. عفوا. اهلا وسهلا فيكي ام طارق. يعطيك العافيه. بس نسمع شوي صوتك تعلي لنا اياه شوي عشان نسمعك بعد ابنك. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا ام طارق. اه معي. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. هلا. اهلا فيكي. كيفك؟ الحمد لله والله احنا بخير تمام. الو. ايوه انا معك ام طارق. اهلا وسهلا فيك. احنا نسمعك بس حاولي انك تسمعينا من التليفون مش من التلفزيون عشان صوتك تكون واضح شوي. ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. الله يحييك. اهلا وسهلا فيك. بس بدي اعلق على الحمله يعني انها بتستحق. تفضلي يعني نسمعك. حمله بتستحق انه كلنا احنا نفكر انه نعمل هيك حمله وكل واحد في مكانه انه يعمل هيك شيء. نعم. فبتمنى انه بالفعل كل واحد كل فرد فينا بالاردن انه يفكر بغيره وفعلا لو عنده اي احرام او عنده اي شيء مساعده انه يقدمها لاي حدا محتاج في هذا البلد. نعم. سواء في منطقته او في منطقه غيره. نعم. وانا بعرف مجد حمدان كمان من اول الله يسعدها كمان هي ما شاء الله هي عم تسمعك هلا وتجيك تحيه اكيد. الحمد لله بعرفها من سنين انا. الله يحييك يا ام طارق. ما شاء الله عليها دائما بتفكر بالناس قبل ما تفكر بحالها يعني. الله يحييك. انا بعرفها وجه خير وهي مجد الخير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وغيرها من زميلاتها. نشكرك يا ام طارق على هذه المداخله واتمنى ان شاء الله تكون الخير هو اسلوب حياه الجميع ان شاء الله والكل يقدم ويساهم بمكانه. اهلا وسهلا فيكي. طبعا احنا بنهايه حوارنا اكيد احنا مبسوطين انه في تفاعل حتى من اللي يمكن انتفعوا او شاركوا معكم كمان في هاي الحملات او حتى دعموا الفكره نفسها. ومنابر النور ما شاء الله يمكن فريق ما شاء الله متميز انه مركز منابر النور يضم العديد من الحملات الخيريه وخاصة كفئة شبابية البنات الصبايا في التحديد. نحكي فكرة كمان انه ايش انطلق من فيسبوك ففعليا ما نستقل انه اي اي مكان فعليا بمكانك تحول لمنبر عطاء يعني. انا هاي بنهاية الحوار حابب اسمع برضه توصياتكم ورسالتكم للموجودين للمسؤولين حتى اللي بيسمعونا اذا كان حد يساهم بشيء تفضلي. احنا فعليا بسعدنا انه المسؤولين طبعا ان شاء الله على صفحة الحملة اللي هي حس بغيرك احنا كل فترة بننزل حالة بنحاول انه نشرح شو وضع الحالة كاملة. فعليا بهمنا كمان انه المؤسسات الحكومية تتحرك يعني. نعم. يعني زي ما شفنا ناس ما معها الرقم الوطني، ناس معها الرقم الوطني ولكن وضعها سيء. نعم. بدنا برضو انه فعليا يكون في تغطيه مش بس من الجمعيات الخيريه، تغطيه حكوميه رسميه. تغطيه حكوميه بالضبط يعني. بالعكس يعني الفريق الشبابي همه فعليا انه هو يعطي الفكره وتصير شراكه باكثر من يعني جزء من كل بالنهايه يعتبر يعني اكيد. فعليا مسؤوليه مجتمعيه هي شراكه الكل يعني. طبعا بنشكر الكل. حنحكي انه الدعم المعنوي كمان يعني الناس اللي ما بتستطيع فعليا هو كثير له دور كبير يعني. نعم. مجرد نشر الحمله، مجرد الاخبار عنها، لما نشوف عائله والله عم بتجمع ثمن صوبه فلحالها والله شيء بفرح يعني اكثر من فكره حدا مقتدر يطلع من جيبته. نعم. فهي فعليا اللي بيطلع وهو لا بيطلع يعني عن جد من جيبته يعني لا بدي صحيح. اطلعها يعني صحيح. فهي لحالها بتلعب دور لسه معنوي انها بتلعب دور للناس العائلات يعني زي ما حكت زميلتي تغريد والله فرحه الطفل ابتسامته لما يحضن الصوبه لما يحضن الحرام. يعني في يعني هاي لحالنا انه بتفرق تعطي شيء في ايجابيه. الحمد لله. جميل. صحيح. نسمعك تغريد توصياتك رسالتك لتوجيه لاهل الخير لحد من المسؤولين تفضل. هي اكيد يعني توصياتي لاهل الخير ولكل الناس اللي بيسمعونا انه فعلا حس بغيرك، حس بغيرك يعني كمان ممكن نحكي انه مش بس حس بغيرك في مواسم معينه لا يعني الفقير فقير في كل المواسم يعني صحيح. يعني احيانا ما بنيجي نحس بغيرنا الا برمضان او فتره شتاء او هيك لا احنا حس بغيرك هاي العائله او الناس اللي محتاجين احيانا فعلا بنسمع عن عائلات ما في أكل يعني اكلهم
خبز وشاي او شيء زي هيك، فبحكي يعني سبحان الله يعني فعلا تذكروا ويل يعني لقوم باتوا شبعانين وجيرانهم جعانين يعني، فهي خليها ببالكم شعور الاخر. نعم اذا احنا بنهايه الحواريه بنشكركم جزيل الشكر وبنحكي الله يبارك فيكم بجهودكم على كل ما بتقدموه لخدمه المجتمع ولتشعروا الاخرين في انه فعلا احنا نشعر معكم ونحس فيكم يعني. اهلا وسهلا فيكم مجد حمدان وتغريد دعسان، واتمنى لكم التوفيق وزياده في الانتاجيه ان شاء الله والعمل لتحقيق خير لكل الناس. اهلا وسهلا. اذا مشاهدينا بنهايه الحوار الشيق فعلا، كم جميل انه نعيش فعلا واقعنا يكون واقع الحمد لله خير، وبناتنا وجيلنا وشبابنا وشاباتنا بذره الخير موجوده امامهم، واكيد يمكن اي عمل لو كان بسيط جدا هو تاشيره لدخول الخير في قلوب الناس، تاشيره لدخول الحب ايضا في قلوبهم، ودخولنا ان شاء الله الى الجنه من خلال رضا الله سبحانه وتعالى، من خلال نشر الخير والمحبه في قلوب الناس. وبيتكم عامر مشاهدينا بالامان والسعاده والخير. الله يحييكم وفي امان الله. وانت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم.